وأن العالم يمر بمتغيرات اقتصادية، مد وجزر وصعود ونزول، لكن السعودية باقية بل بنمو متصاعد. عطنا تحليل الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا السبب أن السعودية لديها استراتيجية لا تحيد عنها في مسألة نموها الاقتصادي، هي بدأت من الخطط الخمسية من عام 1970 ميلادي، رغم كل التقلبات لأنها استطاعت أن تحقق تنمية، ولكن جاءت الرؤية حتى تغير وتقفز بالاقتصاد السعودي إلى مسار مختلف، بحيث أنها تهيئ للقرن 21 من خلال استغلال الإمكانيات الهائلة في المملكة، وتستثمر كل الثروات الموجودة في القطاعات ذات الجدوى والتي تعطي تميز بالنسبة لاقتصاد المملكة، زائد أن المملكة دائما لديها حرص شديد في طريقة تقديراتها للأوضاع الاقتصادية، فلا تبالغ يعني في عمليات الإنفاق ولا تقوم بعمليات اقتصادية غير مجدية. يعني ذهبت في اتجاه الركيزة الأولى طبعا النفط، ثم الركيزة الثانية قطاع البتروكيماويات، وهذا بالضرورة ناجح باعتبار أننا نملك الثروة الخام والموقع الجغرافي، وذهبت الآن إلى أيضا استراتيجية الثالثة أو الركيزة الثالثة في الاقتصاد وهي قطاع التعدين، وكلها تعطي تكامل. لماذا تكامل؟ لأن إذا أردنا أن نقيم صناعة فنحن نحتاج إلى المواد الخام والوسيطة، وهذا ما يعني يوضح ويفسر اليوم التراخيص لمصانع سيارات وغيرها من الصناعات التي تعتمد على منتج التعدين وتعتمد أيضا على منتج البتروكيماويات، بالإضافة طبعا إلى القطاعات الأخرى مثل السياحة والترفيه، وهي قطاعات كانت يعني تعتبر شبه خاملة بشكل عام، لاحظنا كيف قفزت قفزات كبيرة، وأيضا كل ما يندرج تحت جودة الحياة بما فيها الفنون وغيرها من الإمكانيات. لذلك الاقتصاد السعودي اقتصاد أستطيع أن أقول أنه يمتلك مرونة ويمتلك صحيح. قدرة على التعاطي والتعامل مع المتغيرات الدولية، لأن هناك عدة خطوط تحصين في الاقتصاد السعودي، منها الاحتياطيات المالية، منها الدين العام المنخفض، ومنها أيضا السياسات الاقتصادية التي تتماشى مع احتياجات ومعطيات وإمكانيات المملكة، وطبعا ثقلها الدولي سواء في العالم العربي أو الإسلامي أو الاقتصادي فيما يتعلق بأنها البنك المركزي للنفط في العالم. يعني إذا تحدثنا أكيد عن تنوع مصادر الدخل اللي حضرتك ذكرتها، أكيد هذا له انعكاس كبير جدا على الوظائف اليوم الشباب والشابات السعوديات قاعدين يشغلونها واللي ما كانت موجودة في السابق، فإلى أي مدى صار في ازدهار في الحركة هذه في الوظائف السعودية الجديدة اللي ما كانت موجودة سابقا؟ الآن إذا أخذنا هذه النقطة، في عندنا برنامج اللي هو تنمية القدرات البشرية واللي يحاكي وظائف المستقبل، بالإضافة إلى منظومة الجامعات التي انتشرت في كل المملكة، بمعنى أن لدينا يعني إنفاق عالي جدا على التعليم، ونحن من أعلى دول العالم في الإنفاق على التعليم بحكم أن المجتمع شاب. المملكة لا تتطلع إلى وظائف التي موجودة هي اليوم في الاقتصاد، هناك تغير اقتصادي باتجاه الاقتصاد الرقمي، الاقتصاد الحديث والمعرفي، وبالتالي سيكون التركيز أكثر في المستقبل على التكنولوجيا وكل ما يخدم هذا الجانب، خصوصا أن بلد نحتاج إلى الذكاء الاصطناعي وغيره في تشغيل الأعمال التي تغنينا عن الكثير من العمالة المتدنية التأهيل، وهذا يعني أننا اليوم ندخل عصر جديد في تأهيل الشباب، وهذا سينقلنا إلى نوعية من الوظائف مرتفعة التأهيل ومرتفعة الدخل. يعني لا يجب أن ننظر إلى ما هو موجود اليوم، رغم وجود يعني قطاعات الآن بدأت تتحرك بشكل جيد، ولكن صحيح. أعتقد أن النظرة المستقبلية هي الأهم. صحيح.